28/6/2013 يوم الجمعة، جمعة مباركة علينا جميعا يا رب. يا رب يعدي اليومين اللي جايين دول على خير إن شاء الله، ومصر تبقى للأحسن أيا كان الاتجاه. النهاردة في فقرة الصحافة ضيفي العزيز أستاذ روبير الفارس الصحفي الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. إزي حضرتك؟ أهلا بيك. كثير من محبي البرنامج دايما بيكتبوا على فيسبوك ان هم بيحبوا ارائك وطريقه كلامك في ربنا يخليك، نشكرهم او التعليق على الاخبار. نبتدي النهارده من جريده الاهرام صفحه اولى، انقسام القوى السياسيه حول خطاب الرئيس. الاخبار صفحه اولى، مصر في انتظار المجهول. المصري اليوم صفحه اولى، الحرس الجمهوري حق التظاهر السلمي مكفول. الاهرام صفحه اولى، كميات وقود اضافيه وسحب تراخيص 14 محطه في 9 محافظات. اليوم السابع صفحة أولى، أصحاب السيارات يبيتون داخل محطات البنزين. الأخبار صفحة خمسة، اليوم الإسلاميون في مليونية الشريعة خط أحمر واستمرار مظاهرات التحرير. الشروق صفحة أولى، قتيل ومئات الجرحى واشتباكات في 4 محافظات. الأخبار صفحة ثلاثة، اللجنة العليا تتنحى عن طعن الانتخابات الرئاسية. الأهرام صفحة أولى، النائب العام يأمر باستئناف التحقيقات في تزوير انتخابات 2005 و2010. أنا آسف. المصري اليوم صفحة 3، توابع خطاب مرسي، حامد يطيح بمدير إعداد القادة. والأخبار صفحة 8، الشورى يوافق على موازنة وزيادة معاشات 9 ملايين مواطن. والشروق صفحة أولى، جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة. أستاذ روبير، غالبا ثلاث الأخبار الأولى متعلقة بيوم 30 أو في نفس خلينا نبتدي الأول من الأهرام صفحة أولى وانقسام القوى السياسية حول خطاب الرئيس. بصراحة هو مش يعني مش شايف إن هو انقسام، هم المؤيدين مؤيدين بيشوفوا إن كل اللي بيتقال رائع وعظيم، وعشان ما نظلمش حد في يعني مفاجأة في جريدة المصريون، وهي جريدة محسوبة على التيار الإسلامي النهاردة. رئيس التحرير أستاذ جمال سلطان كاتب مقال، ده صوت معارض، صوت رافض يعني، وهو منتمي للتيار الإسلامي. فهي الفكرة بس على أساس ما يبقاش القسم ما بين مدني وإسلامي، أو إن ده بيمثل التيار الإسلامي وإن كل التيار الإسلامي متفق على هذا الخطاب. كويس. الخطاب عند في مقولة عظيمة حكيمة يعني بتقول كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. يعني كثرة الكلام لا تخلو من الخطأ. ساعتين ونص وطوال هذه الفترة حصل نوع من التشتيت. يعني الخطاب طويل جدا ومشتت، ووصل التشتيت إلى درجة من التناقض، ثم إن الذي يتحدث رئيس مصر. يعني فلما يقول معلومة ده رئيس مصر، المفروض ما فيش رد ليها. فوجئنا إن الدنيا شرق وغرب بترد على كلام كتير جدا، إلا الراجل بتاع المعادي اللي هو لحد دلوقتي ما نعرفش انهي راجل في المعادي بالظبط، ما ردش. لكن شركه بوينج مثلا العالميه كذبت معلومه جاءت بالخطاب. وهنا ما نقدرش نقول ان هو الرئيس، يعني اكيد اللي كتب الخطاب او اللي ادوله هذه المعلومات. فالتوظيف السياسي لمعلومه يجب ان تكون المعلومه سليمه. فالانقسام هنا ودا اولا طول الخطاب، وثانيا الطريقه الانشائيه، وثالثا عملية الاتهامات لأشخاص بالاسم وأمور غير منطقية. أنت رئيس مصر، يعني إيه حد بيكلمك على التليفون؟ يعني إيه الناس اللي بتقابلهم في البنزيمة والجيركن؟ هذا كلام لا يليق برئيس لدولة كبرى زي مصر. يعني وكلام يقال على نطاق ضيق. لكن خطاب كبير بالشكل ده، والناس كانت مستنياه، وكان في حالة تشوق. يعني احنا كنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الاثنين على فكرة كانوا متشوقين، المصريين كلهم بل والمعارضة والصحف العالمية لو تعرضت ليها تعليقاتها على الخطاب، يعني في حالة ترقب. مش بيتكلم هنا، مش بنقصد شخص محمد مرسي، بيتكلم رئيس مصر. فاحنا كنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، مفيش نت ومفيش تلفزيون، اضطرينا نوقف عربية يعني حد صديق، وشغلنا الراديو، والناس اتلمت، يعني بقت ناس قاعدة مستنية كلام الرئيس. فالتطويل الشديد، مفيش معلومة دقيقة. الاتهامات يعني الرئيس الدولة عندك معلومات عن شخص معين،
مش تقول وتشعر بيه، ده نعم. القضاء على طول ياخد اجراءاته. نعم. فطبعا الانقسام، الخطاب فعلا خطاب يعني يزيد حاله الانقسام في المجتمع، وللاسف ده حاصل. بس اللي احنا شايفينه ان نسبه المعارضين هي الاكثر، لدرجه اشخاص ينتمون للتيار الاسلامي زي استاذ جمال سلطان ومحمود سلطان بيهاجموا هذا الخطاب ويرونه ان هو ما كانش دقيق ولا موثق بالقدر الكافي. يعني في الاول كنا متوقعين ان احنا نلاقي في الخطاب حاجه او تصريحات ممكن تخلي الامور تهدى اكتر، لكن للاسف الشديد بعد الخطاب ابتدينا نحس ان احنا زي ما احنا، ما حصلش اي حاجه، ما حصلش حاجه جديده، وما زال المنقسمين منقسمين، وما زال التيار الاسلامي مؤيد 100%، وما زال المعارضه. ما اقدرش اقول ان التيار الاسلامي مؤيد 100%. تمام. لان جريده المصريين محسوبه على التيار الاسلامي. وفي يعني كان في خبر، لا ادري مدى دقته، ان في بعض اعضاء الحريه والعداله في بني سويف متهيألي استقالوا من الحزب بعد هذا الخطاب. طيب عندنا حوالي 11 خبر اخر. الاخبار صفحه اولى، مصر في انتظار المجهول، والمصري اليوم صفحه اولى، الحرس الجمهوري حق التظاهر السلمي مكفول. طبعا مصر في انتظار المجهول، انا شايف انه عنوان موفق جدا من الاخبار. ده حقيقي. هو المجهول الاساسي اللي هينزل مين؟ الشعب بتاعنا ملوش كتالوج. يعني لو نزل كتير وده هيضمن السلمية أكتر، هينجز، هيبقى يعني هنخلص بسرعة، تبقى ضامن إن مفيش مواجهات. المشكلة إن أنت قدام مجهول من الناس ومجهول من النظام هيعمل إيه. يعني مفيش خطط استباقية. فدي حاجة. طبعا الحرس الجمهوري ان التظاهر السلمي مكفول، ده امر كفله الدستور والقانون ومش محتاج توقيت. نعم. احنا على ثقة من الحرس الجمهوري ومن الجيشنا ومن الشرطة كمان. نعم. يعني مش هتوجه اي رصاصة لأي مصري، وخلاص كله تعلم الدرس. تمام. من الاهرام صفحة اولى، كميات وقود اضافية وسحب تراخيص 14 محطة في 9 محافظات. والخبر اللي بعديه برضو من اليوم السابع صفحة أولى، أصحاب السيارات يبيتون داخل محطات البنزين. أنا عن نفسي يا أستاذ روبير كنت بايت قدام المحطة اللي هي جنب مدينة الشروق، جبت أخدت بنزين بعد حوالي 7 ساعات إلا تقريبا. أنت عارف الانتظار ده بيبقى شيء يعني كريه، وبعد ما حطيت البنزين العربية ما دارتش بعد ما حطيت البنزين. أكيد طبعا، يعني تشكي تشكي تشكي. المشكلة أنك أنت قادر أنك تسوق بعد 7 ساعات في هذا الزحام. طبعا خبر الأهرام يتناقض مع الواقع، وإحنا قلنا قبل كده اكدب في السياسة براحتك، يعني قول إحنا في أزهى عصور الديمقراطية وممكن الناس في الشارع تصدقك، لكن في الاقتصاد ما تكدبش. يعني لما تقولي في بنزين وكميات إضافية وأنا نازل المحطة وزي ما حضرتك بتقول، هتصدق إزاي؟ يعني فالاقتصاد لا يصلح معه الكذب. نعم. لا طبعا، ما ولا في كميات اضافيه ولا حاجه، واحنا اللي ما عندناش عربيات رواد المترو، المترو طبعا الناس بقت تسيب عربياتها وتركب المترو اكتر. ده عملت انا عملت كده برضه النهارده، يبقى انت اللي زحمته المترو. النهارده متاخر المترو حوالي تلت ساعه، فده شيء يعني المترو معقوله يتاخر الوقت ده كله؟ فبيتكدس الركاب اكتر. لا الكلام مش منطقي في الأهرام. نعم. واليوم السابع كمان جايبة صورة، فالصورة بألف كلمة. نعم. يعني جايبة عربيات بنزين كتيرة، عربيات قصدي بتطلب البنزين، فتصدق انت اليوم السابع أكتر، لأنه أهو من الشارع والكم الكبير، وكمان دلوقتي بقى المرور بيتقطع مش عشان في مشكلة في الطريق ولا مش عارف. السروبير هل ده موجود كمان، هل ده موجود في المحافظات ولا طبعا احنا ما بنشوفش غير جوه القاهره والجيزه لا 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 طبعا. شلل في الاسكندريه. نعم. وتوقف مراكب الصيد في كفر الشيخ، لا في كتير، وفي المحافظات لان الرقابه اقل. نعم. السوق السوداء اكتر. نعم. وفي محطات بنزين مش يعني مش محطات، في اماكن كده على الطريق في المنيا تحديدا وانت رايح ملاوي وابو قرقاص، في على الطريق يعتبروه بلاغ، ده يعني شهر عيان شفته، بعض الاماكن بيستخبى فيها البنزين وبيتباع سوق سودا. ده مش تبع الجراكن يعني. نعم. اللي هي بتاعت طيب. الرئيس الاخبار في عندنا من الاخبار صفحه 5، اليوم الاسلاميون في مليونيه الشريعه خط احمر والشرعيه ولا الشريعه؟ الشرعيه متهيألي يا استاذ اشرف، ما اعرفش اللي كاتبين لي الشريعه، ولا يا ريت تتاكد لي. الشريعه خط احمر واستمرار مظاهرات التحرير.
وممكن تكون هي يعني الشرعيه اللي الشرعية. هي اصلا انا قاريها في هي الشرعيه لان احنا مش عايزين لعب بالدين تاني. يعني كفايه فكره قسم المجتمع. نعم. يا جماعه انتوا مش الاسلام، يعني الاخوان ولا السلفيين ولا الجهاديين، انتوا مش الاسلام، مش الاسلام فقط، مش الاسلام فقط يعني. نعم. مش انتوا بس الاسلام. نعم. الاسلام يعني يعني الناس دي مش جايه للكفار هتعلمهم الصلاه والصوم. احنا مصر مع الاسلام 1400 سنه والازهر موجود والناس بتصلي وتصوم. طبعا انا مش شايف في اي دوله في العالم ان انصار النظام ينزلوا يتظاهروا الا في الدول الشموليه. انت عندك كل حاجه، ده في ايده السلطه وفي ايده القضاء، ويلوح للنائب العام فياخد قرارات قد كده في نفس اليوم. فانت بتظهر ليه؟ انا اعرف اللي يتظاهر عنده مطالب عايز صاحب السلطه يحققها له، لكن انت معاك السلطه. استاذ روبير خلينا نبطل نسال الاسئله دي، لانه واضح انه يعني اللي موجودين في السلطه والتيارات الاسلاميه بتعمل الحاجات اللي مش طول الوقت انتم متوقعين ان مش يعني متوقعين بتعملوا حاجه. عندهم مشكله. طب اكمل بس اشرح بس لحضرتك الحته. هو اصل هنفضل نسال نفس السؤال ومحدش بيرد علينا يا استاذ روبير. معلش احنا بنخاطب من حقهم استاذ روبير، من حقهم. ما انت هتيجي تقول لهم انتوا ليه بتنزلوا، يقول لك ما هو من حقهم. وده فعلا حقهم. لا دي المشكله اللي احنا عايشينها وبانت في خطاب الرئيس. اللي بيتكلم ده شخص معارض، مش انت كده لسه عايش في دور المعارض المضطهد. نعم. لكن فهمني، ودي مشكله. يعني ما يطلع الرئيس ويقول فلان وعلان ويشكي من راجل مجهول في المعادي وراجل بيشيل السكينه في الكهرباء، ده يعمله واحد معارض او صحفي مش قادر يوصل لمستندات. استاذ روبير مش هنوصل لحاجه لما نقعد نسال هم نازلين ليه. هم نازلين احنا اللي شفناه يعني، ان هو بيقول حمايه الشرعيه. أيوة. ولا للعنف اللي بنشوفه انه دي بتنزل تهديدات، ولو اتطبق القانون عليهم في ناس كتيره منهم يجب ان تسجن. الشروك صفحه اولى، قتيل ومئات الجرحى واشتباكات في 4 محافظات. طبعا ده خبر اسود واحنا مش عايزين الصوره دي تتكرر تاني. والغريب بقى الصمت. يعني وقت الخطاب كان في اتنين قتلى متهيألي في الدقهليه و200 مصاب. كنا بنسمع ده في نشرات الاخبار وبنسمع الخطاب، مفيش اي اشاره، مفيش احساس. هم عشان مش في القاهره. طب دي اشاره ممكن تدي قلق ل 30 يونيو لان دي صوره ممكن تتكرر. احنا بنرفض العنف من اي جانب، حتى لو حد بيدعي ان هو تبع تمرد. تمرد واضحه جدا ان هم ضد العنف وكده، وبنطالب بتطبيق القانون. يعني الصوره اللي نشرها الشروع عن وكاله الانباء الفرنسيه مقلقه، لكن هذا الشخص اللي ماسك ايدي بندقيتين دي ولا مش عارف نوعهم ايه، بس اسلحه ناريه. نعم. وصورته واضحه. نعم. هل ده السؤال بقى، وهسال انا مش في ايدي غير ان اسال، هل وزاره الداخليه بصوره زي دي مش محتاجين بقى يحطوه على الكمبيوتر ولا بتاع ملامح الراجل واضحه وضوح الشمس، هل تم القبض على هذا؟ ده السؤال، وما في ايديش غير اني اسال وانتظر الرد. لو هم مش سامعين او كده الشخص ده هيبقى 100 وهيبقى 1000 والنتيجه مزيد من الدماء. احنا بنرفض اي دماء من الطرفين، من مفيش يعني دول مصريين. نعم. حتى لو احنا مختلفين مع طريقتهم في اداره البلد. كويس. لكن مش مختلفين ان ليهم حقوق في مصر وانهم مواطنين، فمحدش يقتلهم. من الاخبار صفحه 3، اللجنه العليا تتنحى عن طعن الانتخابات الرئاسيه. انا مش قادر افهم التنحي، هم ما يعني ما قالوش سببه ايه. لكن هل حتى هنا برضو لازم اسال؟ طبعا ده يعني المقصود فيه يعني اللي هو المقصود تشكيك في الانتخابات الرئاسية. نعم. ماشي. وكان الأفضل أن يتم حسم هذه القضية. لكن فكرة التنحي، هل في ضغوط؟ طب ماذا بعد التنحي؟ أصل ما حدش تاني، دي مش محكمة عادية وفي قاضي بديل هيجي. طب إيه اللي بعد كده؟ الله أعلم. فطبعا دي مشكلة. الأهرام صفحة أولى، النائب العام يأمر باستئناف التحقيقات في تزوير انتخابات 2005 و2010. يعني يا ريت كان النائب العام، وانا مش عارف يعني مع كامل الاحترام لمنصبه، هل سيادتك يا جناب النائب العام راضي عن صورتك بعد خطاب الرئيس تؤمر باعاده تحقيقات وتؤمر بمنع ناس من السفر؟ ما يا اما انت مش قايم بشغلك واستنيت الخطاب، يا اما انت بتاخد توجيهات، ودي مصيبه لانك كده مش هتكون النائب العام بتاعنا كلنا. يعني التحقيقات في تزوير انتخابات 2005 و2010 دلوقتي ايه لازمتها ايه؟
لازمتها ايه؟ المزور ولا اللي هو رئيس الجمهورية المسؤول وقتها ما هو مرمي واتخلع، هوصل لنتيجة ايه دلوقتي؟ طيب. ودي وقتها؟ المصري اليوم صفحة 3، توابع خطاب مرسي حامد يطيح بمدير إعداد القادة. هذه بقى الخطاب كان فيه حاجة يعني كانت غريبة يعني شوية، بس أولى هي ماشية إنك بتدي أمر بإقالة الفاسدين، مش محتاجة، مفترض إن حد ثبت إنه فاسد يقال، لكن المهندس يحيى حسين ده كان يعني الراجل وقف ضد نظام مبارك في عز جبروته، وكل الناس عارفاه وكل الناس بتحبه لدرجة إن العاملين منعوا خروجه من المركز إعداد القادة وأجبروه على الإقامة هناك. نعم ماشي، انت بتقيله ليه؟ هل جابوا حد تاني؟ طيب هم عينوا، كان في خبر في المصري اليوم انهم عينوا شخص لا اذكر اسمه. ولكن ما هو انت لازم لما تقيل بتحط حد مكانه. طيب. لكن يعني الرجل بس ما قالوش مين اللي هيجي بداله. لا قالوا الاسم بس انا مش فاكره. طيب. مش فاكر اسم. انا اسف لصاحب طيب. المنصب، لكن احنا رافضين اقاله رجل شريف علشان استضاف معارضين. استاذ روبير انا وقتي خلص في فقره الصحافه، هو مفيش غير خبرين بس هم اللي موجودين. الاخبار صفحه 8، الشورى يوافق على موازنه وزياده معاشات 9 ملايين مواطن، في زياده 9 لزياده معاشات ل 9 ملايين مواطن. والشروق صفحه اولى، جابر نصار رئيس لجامعه القاهره. شوف مبروك للاستاذ جابر. قرارات الشورى لا تستحق التعليق. نعم. لانه احنا ما نعرفش فين منين الموازنه. طيب. والبلد على يعني ما فيهاش فلوس. أوكي. لكن يعني الخبر السعيد النهارده للدكتور العظيم المحترم جابر نصار. يعني بقول له الف الف مبروك. تمام. وده شرف لينا. استاذ روبير الفارس الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك وتنورنا تاني، ونقعد نتباحث ونتبادل اطراف الحديث. ربنا يعدي اليومين دول على خير. يا رب باذن الله. فاصل وراجعين حالا.